السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير ويا أهلا وسهلا مشاركين جدد. تم اليوم الكشف عن صور تخيلية والأقرب إلى الواقع اللي قبل جزء الإكس موديل 2022 الشكل الجديد كليا. كما تلاحظون أبرز التغيرات جاءت في الشبكة الأمامية وفي الكشافات الأمامية وفي بودي السيارة. البنود صارت مقاس أكبر، ومن المتوقع عن نزولها والكشف عنها رسميا في نهاية عام 2021. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.